ايوه باش حياكم اليوم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير ويا هلا بكم برنامجنا، برنامج جيرهم. كل شيء اليوم حتكون مسابقه وهدايا قيمه من الشركات الراعيه. اليوم عندنا الهدايا مقدمه من ارقده ريتشمان الالمانيه وفحم توم كوك الالماني ومعسل الفخام الاماراتي ومطعم بارلي وبراند اوتليت ومثلجات جيلاتو وزيون جروب المكملات الغذائيه وزيت اوركيديا للتجميل. طبعا اليوم حبيكم باول فقره، فقره قصة ومثل. إذا ما راح تقول لي قصة هذا المثل تعطيني خمس أمثال عراقية، وأكيد إذا قلت الخمس أمثال العراقية راح تفوزون وياي بالجوائز. ومثلنا اليوم هو وياكم راح يقول، طبعا هذا المثل يعني أحد يزعل من عنده، لكن هو الأمثال تضرب ولا تقاس. يقول لك من قلة الخيل شدوا على الكلاب سروج. شنو قصة هذا المثل؟ تقول إيه؟ شنو هالإي هاي؟ نبدي وياكم بأول فقرة، أبقوا وياي. اول شيء شلونكم؟ الحمد لله. اسم بالخير؟ محمد. محمد مرتاح بزواجك؟ اي الحمد لله. اكيد اكيد. انت مسؤول على كلامك؟ اي اكيد. حلو. شلون تضحكين؟ ام مسك. ام فهد. ام فهد. لا فهد حبيبي لا تتحارش بنتنا. عوف مسك. مسك مو عوف المسك. يعني يجوز نفكر زوج الكامل خلف الله كريم. شلونك فهد حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. مرحبا. اهلا. شلونك؟ ام نور. ام نور. ام نور. ساره. باعوا. عندنا مثل، لازم هذا المثل تقول لي شنو قصته. اذا ما قلتوا لي قصه هذا المثل تعطوني خمس امثال عراقيه، والخمس الامثال العراقيه اللي يقولها غيره ما يقول لي نفسه، مختلفه تكون. تمام؟ تعال ورقه؟ يلا. حسبت عنك اياها. يلا. تمام. بس المشكله ما في جواب مالتين. أبو المثل يقول لك من قلة الخيل شدوا على الكلاب سروج. شنو قصة هذا المثل؟ والله ما والله بس هو غريب. يعني انه ايش؟ يعني ماكو ناس. ايش بيه الناس؟ لازم تترس. شنو؟ ماكو ناس اهل القيادة وكذا جوي. من امه؟ يعني ناس اهل القيادة لو مو غير القيادة؟ اكيد. المثل انت خربطت فيها كل اصفن عليه وارجع له. هو صح بس اصفن عليه. يعني من قلة الشيء نحتاجه، من قلة الشيء محتاجينه احنا، يعني الشيء اللي نحتاجه ما موجود فرحنا على الشيء. ما اعرف. هم هيك تقرر الموضوع بسرعه. قول لي ما اعرفه تعبني. شنو هو المثل؟ ما لا نشاقه. اي بكاكم شنو هو المثل؟ من قلة الخيل شدوا على الكلاب سروج. ما قلت ايش ما ادري يعني. هي شيء شايف من رب العالمين. من الاخير اي ما اعرف. ما اعرف. هسا حتى هنا حرجع لك. شنو القصه؟ القصه ما اعرفها بالضبط يعني. حقيقه يعني ابد يعني. نغير؟ نغير؟ هات المايك. اعطيني خمس امثال عراقيه. يلا. ايش ضحكت؟ ما اقدر عمل وحبت الجنة. شيطان دخل الجنة. شيطان وابليس وين وديتي؟ ابليس. هذا واحد، اعطيني بعد اربعة. اربعة. والله اكو واحد هسه قلناه شنو هو؟ شنو؟ انت مثل اللي قلناه. هاي ترى هذا قلنا لي سبحان الله حرام عليك ذكر لك رب العالمين. بس هذا؟ بس هذا. يلا. نفس الشيء. ايد حكينا بس هذا والله ما اعرف مثال. بس هو تعرفين مثل؟ تعرفين؟ ميز. يلا خمسة مثال. الماء يعرف تدابيره. قنطة تاكل شعيرة. قنطة تاكل شعيرة. والملح العنب يقول عليه حامو ضايفين ساعتك. والعم ذا حبة الشيطان. ما تميس لا. حشر مع الناس عيد. لا 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 لا. مو مثل هذا. جزنا من العنب اللي سلتنا. نعم. جزنا من العنب اللي سلتنا. بعد هاي ثلاثة. بعد اثنين.
اثنين تاخذ هديه وتعطيها لمرتك حتى تطلع من المول ما تشتري لها. الله ايه زين جيبك الهديه بك تتذكر الامثال تضرب ولا تقاس. نعم الامثال تضرب ولا تقاس. ينزل بها الامثال تضرب ولا تقاس. هو ينزل بها الامثال تضرب ولا تقاس بس هذا مو مثل. الله من هالمال محمل جمال. اه يلا بقالك واحد ساعدتك بعد هنا كاف يا عمي. ايش تقول له؟ قال لي اثنين عشان ساعدكم ثلاثه. ايش فيكم يا حظي؟ والله راح من هوايه. اي والله راح راحن. هذا راح احول بعد خسرت. حلو يلا الباب اللي يجيك منه الريح. الباب اللي يجي منك ريح سده واستريح. هذا واحد. نفس الطاسة ونفس الحمام. نفس الطاسة ونفس الحمام. شنو؟ الباب يوسع جمل. جوجل. الباب يوسع جمل. نعم. الباب يوسع جمل. الباب يوسع جمل. افتح جوجل يا حظي. من هالمال حمل جمال. ها ميسر. اي ميسر. بعد شنو؟ حنطة تاكل شعيرة. الما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيرة. انت قلتي يمكن؟ لا غيره. بعد شنو؟ اي لا انت ولا انت؟ انت جنى غزال. حلوة غزال. اي بعد واحد ساعدنا بيه. بعد واحد هو اللي عندي في بالي بس. بعد بعد واحد. اي بعد واحد واني ببالي هسه قلت لها اشياء هوايه بس. اي بعد واحد. هاي ما يسوقها مرضى عذر بالعصا ما ينفع. هذه هديه دقيقه. الهديه شو تريدين باعي؟ راح اعدد لك. عندك مركز تجميل، مركز ديان، زيت اوركيديا للتجميل، مثلجات جيلاتو، براند اوتليت، اوميجا 3 اوميجا 3 وملتي فيتامين من زيون جلوبين كمات الغذاء. البي عنده نقص فيتامين او شيء ياخذ هاي الحبوب. ارجيله مستحيل. بكش ما ارجيله هم مستحيل. لا هو عندي ابني يشرب ارجيله بس يعني. لا يا يدي نبش عن ارجيله؟ ليش؟ هو دعوفه ما دعوفه حتى انا اشجعه. شوف الهديه لكم ما دخل بابنك. اي تختارين؟ مثلجات وبراند اوتليت واوميجا 3 وملتي فيتامين وزيون جروب. هو زيون جروب العفو وزيت اوركيديا للتجميل ومركز ديان. كيف مركز ديان احسن؟ مركز التجميل؟ استقرت جماعه الفيلار ولا يستقرن؟ لا لا ما يسوون فيلار. شو يسوون بها؟ اي نخليها هنا هي تشون باوع عليها. تستاهلون مبروك عليكم. زين هنا حتى لو كانت ابو الخمسه نطلع. اخذ التليفون يلا عد لي اياها. ساعد لك يا الامثال. صدق احنا ما شفنا الامثال. ايش عجب يعني؟ يلا يلا. وجهك هاي واحد وقبلها واحد. دقيقة شنو قصدك بهذا المثل؟ لمن تقدر تقولين؟ لا فيها كنا بيها. يلا يلا بعد عادي نفسهم ولا غيرهم؟ زين ليش تغششيهم؟ توم احجار ولا هجار؟ اثنين. نعم صار لك ثلاثة حبة. واحدة قديمة. مو واحدة قديمة. زين شنو القديمة؟ عيد اطلب تقنية الفار. مال مال عم العمة إذا حبت الجنة ابليس دخل الجنة. لا يا عمي يلا بعد اثنين. يلا صار اثنين من يمك هدية. شو السؤال؟ فتح الجوجل. بعد بعد معود لازم امثال. شوي شوي مساعدة. شوي مساعدة. مساعدة ماكو؟ وينها ماما؟ شو اسمك انت الله يخليك؟ ما لك مساعدة. المثل المثل هسه اللي قلناه المثل هسه اللي قلناه شنو هو؟ المثل اي شنو قال لك يا اسود هسه انت خليك شنو ايش قال؟ شنو ايش ما فهمت ايش قال؟ من قلة الخيل شلون طلع شلاب سنون ما ادري شنو طلعت شلاب سنون طلعت لي شلاب سنون. باوع هالهدية مو لك. تاخذ هاي الحلوة مسك تاكلوها مثلجات وتقعدوها. لا مو تشرب نرجيلة. تريد؟ تشرب نرجيلة يا ابني. ما تشرب نرجيلة. تشرب نرجيلة ست صحيح كان طفت نرجيلة يا اجمال. هاي مثلجات جيلاتو تستاهل مبروك عليك وحياك الله.
اشكرك. بس ترى مو لك، مو خاطرك، خاطر طفلي. اشكرك اشكرك حبيبي. اما تعالت المصيبه، قل لي يا الخامس شنو الخامس؟ اي نجار وبابا مكسور. باب النجار مكسور. وين رايحين؟ لا ترجع. زين تعال هنا. طيب مثل لجات جيلات، يعني احنا نغششهم واحنا نفوزهم شلون ما ادري. مثل لجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان. تستاهل، مبروك عليكم. ايش قد الوقت؟ حلو. وهنا ننتقل لكم الثاني فقره، والجوائز مستمره والهدايا مستمره. ننتقل وياكم الى فقره ركز وجاوب. هاي بيها اسئله سهله ما بيها اي صعوبه. هنا ما شاء الله سيده الامثال، الشيطان من جابته هو مرات يصير ابليس والشيطان نفس الشيء، يعني عادي عادي. ابقوا وياي. شلونك؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ الحمد لله بخير. هدايا وجوائز هوايه. نعم بس الفقره راح لها تركيز. تمام تمام. اسم بالخير. سيف الدين. سيف الدين. عبد الكريم. عبد الكريم. عبد الكريم. نعم. خلفي ما جيت. ما احب الصور. بالصور؟ ما احب الشهره. وين عليك بعد الشهره؟ تعال توطف له. تعال تعال امي. تعال 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 هنا. تعال هنا بكيفك. وين تريد؟ تعال تهم هنا. لا انت شلون حبيبي؟ اسم بك كرار. كرار. محمد. حمار. انت كيف الصوره خربتها صح؟ وقف صح. تفضل. شنو تعلمني؟ تمام. الفقره اسمها ركز وجاوب. اذا ما جاوب لازم واحد بيكم يجاوب او اثنين يجاوبوا تفوزون وياي بالجوائز والهدايا. متفقين؟ متفقين. وانت تباوع على الاقل ما بهيج عين ترى والله العظيم ماكو هيك عيني باوع هيجي. خوش. جوائز موجوده، هدايا موجوده، بس لا تركز الفقره. تمام تمام حلو. بس نرد بعد واحد حتى تصيرون ثلاث. منو بيكم يجي يشارك؟ مين صار حبيبي لازم كبير؟ هسه ولا تعال تعال ماجد الصقر. تمام نبدأ ياكم بأول سؤال. ركزوا وياي ركزوا وياي. راح افتح الورقة. نبدأ. أين توجد جزر القمر؟ محيط الهادي. هادي. قلت الجواب مشكلة. قبطت الجواب ما أدري شنو. محيط الهادي. محيط الهادي. 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 لا بالمحيط الهندي. هادي الهادي. انت ما تسمعني بس هادي لو لا هادي. متاكد؟ متاكد. يم مره ثانيه هي صايره. وين يا محيط؟ المحيط الاطلسي. الاطلسي عف. مو قلت المحيط الهندي؟ ليش غيرك وانت ما قلت المحيط الهندي؟ ايش غيرك؟ انا اقول لك الهندي. انت قلت لا. انا ما لي دخل. انا قلت لك ثبت الجواب هو المحيط الهندي. تمام. تعال تعال اخويا تعال هنا. تعال تعال يمي. تعال يمي تعال يمي تعال يمي. تعال شلونك؟ الله يسلمك. اسم بالخير. فاز. صرتوا فريقين. صرتوا فريقين. راح اسال السؤال الاول. راح اسال هنا اعتبر اللغه. راح اسال السؤال هنا اذا ما جاوبتوا لازم انتوا تجاوبون. متفقين؟ متفقين. اوكي انت باوع.
انت عهدك هنا انا ارجع لي ورا المدرات يلا زين. ما هي اكبر دوله من حيث المساحه في افريقيا؟ من ارجع لكم الجواب صح احول. جزائر. جزائر. جزائر نعم. سلم لي على طير الطائر. وين وين افريقيا؟ افريقيا هي افريقيا. جزائر طبعا. ليبيا. ليبيا حبيب. السودان. 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 الصومال. الصومال. يا اخي جاوب خطا مالته قبل هيك مبين قبل. السودان. السودان. السودان يا عم. افريقيا السودان يا عم. يا حق السودان. الورقه شلون هذا لازق يمي والله لازق يمي. بس طق التليفون. طق لها صوره. ازم التليفون مالته. نرجع سؤالك. أين يوجد أكبر سوق للتمور في السعودية؟ بريدة. أين يوجد أكبر سوق للتمور بالسعودية؟ وين؟ بريدة. بالسعودية وين؟ بريدة. بريدة. جواب نهائي. مرة ما حكوا لي اياك صراحه. وين قلت لك شوي اعبر شوي اعبرها اعبرها اعبرها. جده. بدي اقول لك اعبرها يا اخي. بدي اقول لك اعبرها. جده. 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 بالرياض. بالرياض. مدينه منوره. مدينه منوره. عفيه تعرف لك خذ الاسئله قدم انت البرنامج. صحيح جوابك صحيح. هسه هنا لحرجع ركزوا خلوا اوقف هنا. ماذا يعني اسم لوس أنجلوس؟ ماذا يعني اسم لوس أنجلوس؟ ما مر علي. وجهك أصفر. لا علي من المايش. ما مر علي لوس. ما أعرف. ما أي دونت. ما مر عليك. مدينة الملائكة. اسم مدينة. مدينة. هي لا هي معروفة معروفة. مدينة الملائكة. بأمريكا. بأمريكا. بأمريكا؟ وين بأمريكا؟ يا فرع. مدينة الملائكة صحيح. لا هي معروفة صحيحة. أقول لك اعطيني الأرجيلة. اعطيني الأرجيلة الرشمان. اعطيني إياها يعني هذا قال الأسئلة كلها. اعطيني الأرجيلة. هاك هالهدية. هاي أرجيلة الرشمان. تستاهل. وروح أوقف لي هناك. لا تتشمي. روح أنت بس أنا أقول لك. لا تعطيها. روح تعال يمي تعال. تعال. تعال يمي تعال قرب يمي. هسه حتكون منافسه بيناتكم ماشي. روح هناك تعال هناك يوم مصور تعال زين تمام. السؤال لك. اين تم تصنيع اول كسوه للكعبه؟ مصر. وين مصر؟ لو مصر لو باكستان. شنو السؤال؟ أين يتم أول أين تم أول تصنيع كسوة للكعبة؟ مصر. المعمل الحالي هو بالنفس بالمدينة مكة المكرمة بس أعتقد هو بالصين لأن يعني هي كانت حرير أول المفروض يعني أن تكون بالصين لأن يعني هي حرير الكسوة مال الكعبة. مصر. ما أعرف جوابك شنو هو؟ مصر. 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 أول كسوة للكعبة بمصر. ثبت ترى ترى كل سنة تتجدد من مصر. مصر. كل سنة حاليا. حاليا. جوابك كان صحيح. هسه السؤال الأخير يا أحبائي يا أصدقائي يا تعال 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 يا أخوي هنا تعال. السؤال هنا أنا لك كم غششك؟ لا والله أنا أعرفه أنا رايح وسامحه. تمام. يروحون مذهب. زين. من هو العالم؟ خليها هيك.
من هو العالم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ من هو العالم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ما تعرفها طبعا، ما تقلت لها صغرى هاي. اسكت. ما اعرف. ما تعرف. فكر. ما اعرف. ما اعرف. ما تعرف. اعلن تعال. ما اعرف. دارسه بالاعداديه بس ناسينا بالاعداديه. ارجع لي على الاعداديه شوي. اي ناسين نسيت يعني ما اقدر ما يحضرني. ابن سينا. ابن سينا؟ ابن سينا. عاشت ايدك ابن النفي ابن النفيس ابن النفيس. ايش بيه؟ هو ابن النفيس. ايش بيه؟ هو المخترع. ايش مخترع؟ الكهرباء؟ اي يقول لي يوتيوب يا حبيبي. ايش اسوي لك؟ الدوره الدمويه ليش رحت على الكهرباء؟ زين ليش ابن النفيس؟ ليش مو ابن سينا؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم. ابن الهيثم عيون. زين عيون. مو اي واحد. لا 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 هي ماخذيها بالاحياء بس غير الذاكره. ابن النفيس؟ اعطيني براند اوتليت تستاهل على كل اجوبتها وعاش فيك ابن النفيس يا حق. يا حق. مبروك عليك، استاذ هدية مقدمة من براند اوتليت، مبروك عليك. حياك الله. شكرا. انا مو قلت لك هذا تجيبه وياك. طق صورة ليش؟ شكرا شباب، حياكم الله. شرفنا فيك. مشاهدينا الكرام انتقلكم الى ثالث فقرة من برنامجنا، برنامج رمكم شو فقرة غنوة وشعر. القيادة. شلونكم؟ شلونك؟ خير. اسم بالخير؟ سيف. وانت؟ ياسر. عبد اللطيف. عبد اللطيف. سامد. علي. انور. جاهزين؟ الهدايا حلوه والهدايا مستمره، لكن عدلها واحد شويه هنا بيها جراءة. جريء؟ اي جريء. اي جريء. جريء. جريئين؟ اي حبيبي 100%. عندك خيار، يا اما تغني يا اما تطين شعر. اغني. غني. ما أعرف. انت بتعرف تعمل ايه يا ابدع؟ انا ولا اغنية حافظ. يلا. انا ولا اغنية حافظ. شعر؟ حتى شعر ما حافظ. الاثنين. والله كلهن. كلهن؟ حلو، يعني تفهم بالخسارة؟ هي خسارة خسارة. حبيبي. غني لو شعر. كيف؟ غني. اغني. غني. بس راح لا شعر احسن. لا لا غنى غنى مو خلينا نشوف صوت. يلا حغنى. حي الله. حي الله. يلا يلا. يقول لك ايش عجب قاطع بي. انت قاعد تسولف ترى تغنيها. اغنى هي بهاي اللحظه. هي بهاي اللحظه تطفي. غنيها الغالي. راح اغني مو شعر. القي لك شعر. انت مو قلت اغنيه. مو شنو غني غني. يلا يلا. كون نصير انا وياك نجمه بالقمر ضيمه. مو ايه هرغني. خلا غني الشعر حسين. اتغني الشعر؟ يلا غني الشعر قبل. غني الشعر يلا. اقف التليفون ده يدق. يلا غني الشعر. يقول لك مجروح واكابر وباقي بين الناس. ايه. اهم شي يصممون هاي. وانتظرك تجين اليوم لو باكر. خيب مو قلت لحبك شو خنت وياي هسانه يتيمك واكسر الخاطر. يا حلال المشاكل حل مشكلتي مو عشت معلول ما واحد عرف علتي.
بعدها وياها يقول لك يعني صوتوا لي. شعر. شعر. صدير هذا الكبير. الله يرحمه. يقول بيت كسرتني انت وقمت وعبرتك بسرعة. لا تقل الكسر ميون على مجبر. قصيت العثق تشين تاكل بيه وخليت التمر بالقاع يتنشر. ما تخطر ببالي حتى بالصفنات. والاصفر كرهته لين انت اصفر. انا صادق كنت وياك بالهمسات ومن كذبك علي خليتنا نتكتر. اهلي علموني والامثال هواي. الطيب اللي تزرعه باي ارض خضر. بس انت صبخه وياك ومثل صبخه ودود ومثل شيطاني كرهيبه المنبر. حياك. لا تعوف التليفون هنا نهائيا. يا والله هم وضحتنا تليفون تعوفه واذا نسيت تخسر. يلا علم. ايه يقول له يا رب امشي عليك زين ابو العيال تخليني بالتابوت قبل ما انشال. هذا طلع التليفون الاحلى بعد. اعطيني المايك. هنا مجال شويه. هسه قال وكيل احنا لا شعر لا اغاني. هسه ماكو شيء من ما كل شيء ما اعرف. ابد. كل شيء ما اعرف والله. زين انتم متاخرين؟ انا حطيت باكج مال اركيله. شو ضمن الباكج برايك؟ والله ما ادري جوز يعني تحسن شويه يعني بلكت الله تحسن اترك الجقاير. ها؟ هسه حطك معسل وطك فحم وطك تليفون وطك الخمشي وطك خبر عمر ودخين. هو حطك قاعد هناك وراحتك مو؟ اقعد على نهر دجله وفيروز وهاي ومي ماكو. لا شوي قطعوا علينا المي؟ اي صح هم قايلين شلون؟ حطني باكج الله لا يوفق تركي. لا 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 لين مقطع من المي؟ ولا ما احنا ما دخل الله يوفقهم ولا هم دوله اسلاميه هم هاي شنو تروح هناك سمج منقله منقله وتهفي ونلقى عارفه ها هاي روحي شلونك الحمد لله زين الحمد لله اكيد الحمد لله ومتفل. لا انا ما دخل اكيد رياضي الحمد لله والله ايش تلعب كيت بوكس المصارعه طيب زين نعم مصارعه كيت بوكس تستاهل هذه الهدية مقدمة من زيونو جروب للمكملات الغذائية اوميجا 3 مبروك عليك اها رياضي بيك مشنش حبيبي تمام هذا هو اما انت شوية راجعة يلا يلا لكن جزء بالتليفون ينجح وجزء يرسب ايش ما ادري احنا يلا يقول ما جامل بعد والعنده خلي يصيح انا مطيح الوقت صدقني ما طيح اضرب لك مثل وسمعني كل الزين وما يحتاج اقول ان هذا تلميح انا فوق الجبل دقيت رايات من انت كنت تلعب مراجيح صممني صممني مراجيح انت تلعب مراجيح شنو سبب مراجيح طيب مثلجات جيلاتو تستاهل هاي المنصور شارع 14 رمضان مبروك عليك وحياك الله هسه هنا القضيه قضيتي يا الله اعطوني اي شيء الله تواعدنا وتحالفنا وحلف له وقال يخطبني اجى للبيت حاط شهله وطلع للباب شاورني ما ينطوني شهلك ترى امك تمانعني رحت لامك وقلت يمه ليش ما تنطيني مو هو يحبني ويودني وقلبي تولع بي وغيره شلون ياخذني اجت ايام ومشت ايام ورجعت النوبه نلوني ونين ما سمعت النهبوات الليل سلني حبيبي مات من يوما شاع لي شنتا تلومني ويمشن ضل إلي مطلب أريدا لو إجاني الموت يم محبوب دفنني أريدا لو إجاني الموت يم محبوب دفنني حيا حيا لا لا مو نرجع قايم هيا مو زين والله مو زين طيب باكج طيب باكج طيب باكج تستاهل هذا الباكج تروح اليوم تسويها بالبيت وانسطر ماشي مبروك عليك الله يبارك تستاهلون اما ها ولا واحد فيكم زين حتى لو ماكو هدايا احنا حتى لو ماكو هدايا المهم وقفتين مكاني ها هي حتى ما طالب الكاميرا اي شو رايكم برنامج؟ لا والله روعه مع باش معكم لا بالعكس وردات انتو والله اكيد 100% سمعش اني؟ اي عجبك الشعر الاخضر هذا همين انا خضير هذا احبه الله يرحمه قول علمك لا علمك لا تهد وياك نسوان ترى زحمه وهاي متلوق وعلمك لا تظل تركض ورا الناس ترى اسمك ينسي وتسمى لاحوق جبل صير جبل صير وعليك جبال ترتاج ابد لا تصير باب وكل سما تقوق
علمك صاحبك لا تزلغه، طيب صير ابد لا تصير حاروق. مو مثل السطع للناس بالليل ورد البيت لم بيته مبيوق، خليك مثل الشمع تحترق وتصب دمع وبالظلمه ما تنحبس. يعني نص ونص. الله الله الله. شكرا لكم شباب، حياكم الله. حبيبي الغالي. كنت اتمنى يعني تفوز فيها بصراحه. بس شو هذا حظك؟ لا عادي. كان هيك. المهم المشاركه. مشاركه حياكم الله. ومشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخيره من برنامجنا، برنامج رام كلش، وهي فقره تردد الكلمات السريعه. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، فقرة تردد الكلمات السريعة، هنا عندنا الجوائز وعندنا هدايا. لكن منو بيكم راح يدبرها ويقول لي هاي الجملة سبع مرات على السريع؟ انشهرت أكثر من عندنا ببرنامج ما أعرف شلون. شلونك؟ أهلاً وسهلاً. حسين. حسين. مرتضى. 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 ياسر. علي. حسن. أبيكم شو قلت لي ياهن؟ شو قلت طلع الهوية؟ اليوم. قلت أعطى فلوس؟ 800. المن؟ ست شهد. شو شهد؟ يقول حلوه. لا ما رجع اكو بعد كثيان. لا هذا بعد ماكو. السوالفه بالنقابه شنو؟ لا تعبر على سيدي. لا زينه زينه. اي زينه. بس هو محمد بدون بيكون بعد محمد. بس هو حاليا واحنا انا سنت الله. سوالفه؟ لا لا علاه فقير. هو حكى عليكم سوالفه شنو هي؟ خليها ساكته. قول لي وحده مثل ما زرقت. وحده. هواي عم هالمدن وحده كذا بالمول بالمول شغله هنا شو اسمه بالمول يعني حدد المصطلح يعني كبر وكذا تمام زين حدني ياكم اعطيني هاي الجمله قول ليها سبع مرات على السريع ما تتوقف ولا مره غلط خطأت تعيدها مره ثانيه خطأت مرتين تخسر وياي قول لي قميص نفيس نشف قميص خميسة نشف قميص منو هاي؟ قميص خميسة؟ لا نفيسة قميص نفيسة نشف سبع مرات حسن يلا تعال حسين يلا يلا تعال تعال حسين قميص قميص شو اسمه؟ نفيسة نشف قميص نفيسة نشف قميص نسيفة نشف قميص منو هاي؟ يلا انا اصلا عندي ثقل باللسان يلا 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 اي بس عيد اياها قميص نفيسة نشف 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 صحيح شنو؟ حكيتن والله والله حكيتن قميص نفيسة نشف 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 والله حيو 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 تعال تبارك تعال 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 خذ الشامية خذ الها خذ التليفونات تعال تعال يلا بسرعة 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 لا 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 بالعكس يا زميلتنا لا زميلتنا زميلتنا تعال تعال يعني حصلنا جوائز بعد زميلتنا هي شلون تبارك شو اخبارك هلا زينة الحمد لله راح تتحديهم كليتهم شنو عندنا سؤال هذا السؤال لازم تقول لي سبع مرات على السريع هذا جاوبتي سبع مرات على السريع تاخذون ياب جائزه شنو هو؟ متفقين؟ راح الجائزه بالاخير بعد ما هم يكملون المحامي المطي شيء ما 800000 يلا يلا بسرعه على السريع مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاح عيدها 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 مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع عبد الفتاح ومفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي حلو مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي جرهندر كمل
مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ترس يا مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح مفتاحي مع مفتاح لا هنا شوي راح ارجع لك راح ارجع لك بسرعه قل لي صفحه سبعة صعبة صفحة 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 سبعة صعبة صعبة ايوه تعال هون انت بتعرف تعمل ايه انت بتعرف تعمل ايه انت ها لا مو تقول ها لا عشان كده انا كلمتك كنت هاي سهلة لا لا دقيقة قول لي شوفنا فيها شهد جملة شنو شفت فيها؟ شهد؟ جملة فيها شهد؟ أمي أعطي جملة فيها شهد أخي جملة فيها شهد؟ تعال هنا ما خاطر تعال يلا سوى رايح ما علي بسرعة ركز وياي قل لي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاح مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح طيب نرجله خلاص هاي وديها طيب نرجله هاي ارجله رشمان تستاهل مبروك عليك حياك الله ها حتى ما تشتري لازم البكج مالتها وياها مو شي اكيد انا متعمر هذا شي اكيد فضاي جيم انطت النرجله شو مرتضى حديد اعطيك مطك هديه للضوج للضوج انت رياضي مو هاي زيونا جروب المكملات الغذائيه تستاهل بعد البكج طين البكج تبارك ارجع لها تبارك وراها سالفه كبيره تفضل تبارك شو هذول ولد محاميين يذبوش اربع رقاب تبارك لاحطش هاي الجمله اياها مو سبعه خمسه زين لا بعد بعد لا اي اوكي ماكو مشكله خمسه ايه قول لي لاحطت جملتين الجمله الاولى الجمله الثانيه قول لي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاحي مع مفتاح لا اسهل اسهل اعطيش الغير يلا قولي لي صفحة سبعة صعبة هم صعبة لا 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 زينة صفحة سبعة صعبة صفحة سبعة سبعة هذا مرة مرة أقدر غيرها؟ ايه ليش غيرها؟ لا 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 مو هاي فقرة تختلف عن السؤال اللي قبله الفقرة تختلف زين قولي لي قميص نفيسه نشف قميص نفيسه نشف قميص نف نسيمه شبيهه عيدي يلا شلون عيدي قميص نفيسه نشف قميص نفيسه نشف حلو يلا قميص قميص نفيسه نشف قميص نفيسه نشف قميص نفيسه شلونك يا نسيمة؟ زين تمام اعطيتك ثلاثة ولا واحدة معدن قلتي جريئة تبارك على جريئة سناباتك ولا انستغرام كلها تغنين بي صح؟ الهديتين اللي حطيت شاهنة لك هات الماي اوكي ناني احنا ندري الاعلام جريء احنا نسمع صوت يلا الاغنية الجديدة شهد الشهد الأحمر يا أبو يلا غني غني حضلي براند أوتليت وحضلي مركز تجميل لا نطيها مثلجات جيلاتو براند أوتليت يلا لو شدي مركز تجميل تجميل مارش يا عمي يلا عاد غني مارش يا عمر رجح رجح على كيف يلا غني شو غني أي أغنية ببالك يلا أصيب الأوتي بكيفك أي أغنية أجنبية عربية تركية هولندية إسبانية هندية بكيفك موقف محرج يلا يا ماكو كل شيء احنا كنا وياك نباوع عليك الناس تعطيهم الجراءة وغنوا وانت بنيه جريئه يعني جريئه انت جريئه لا هنا لازم يلا
يلا وست وها يلا يلا ها شنو الاغنيه؟ اي اغنيه بكيفك؟ سرحوني كيفك؟ كلها راحت باعي. تعترفين بالخساره لو لا؟ لا لا ما خلني اخر فرح حسب الخمسه ورا الخمسه تخسرين. واحد اثنين لو فكر اي يلا يلا حلو 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 لو فكرت ونسيتك لو قلت ما حبيتك المن احب هاي الناس ما بيها من حنيتك ما بيها من حنيتك تخيل حياتي بدونك اكره القل شلونك سر الحياه مو بالما لا سر حياه عيونك لا سر حياه عيونك لا قدم يعني تبارك نسيتها تعبانه حيل نفسيتها تعبانه اعطيني براند اوتليت هاي براند اوتليت قسيمه شراء حسن دلش العنوان سهله زين اول شيء شباب هنا راح اعطي فرصه اخيره تعال مره حتى راح اعطي فرصه لك وفرصه لك قل لي بسرعه شمس تمشي وشمس مشمسه هو جري شمس تمشي وشمس مشرقة شمس تمشي من هي؟ عيدها عيدها مشرقة منو هاي؟ مشمسة كتن لك شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة مشمسة؟ بالتقاطع يلا غيرها ماك هاي أنا بسرعة شمس تمشي وشمس سمش تمشي ها؟ غيرها لا غيرها صعبة بس خلي المايك شمس تمشي سمش تمشي وسمس سمس غيرها صعبة قول لي صفحة سبعة صفحة سبعة صعبة يلا صفحة سبعة صفحة سبعة صعبة صفحة سبعة صعبة شكرا لك مشكورين شباب مشكورين حياكم الله مشكورين شباب مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج يرهم كل كانت الاجواء كلش حلوه وناسنا واهلنا طيبين شكرا الى اداره مول المنصور وشكرا الى الشركات الراعيه وياكم بالتقديم خطاب القصاب الى اللقاء